عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفنا عليك. الاسم بالاسم بالاسم. اسمي حفايظ النوي. مرحبا بك. منين؟ من تونس. اي مولود في تونس. الحاجة اللي مقلقتك بكري في الكواليس؟ قلت لي برشا حاجات مقلقين. الغلاء برشا، والغلاء فاحش، ومعناها العطارة كل يزيدوا من روسهم. كيفاش العطارة يزيدوا من روسهم؟ يزيدوا من روسهم. أنا من عطار قال يكذب عليك، يقول لك عطار راهم زاد وزاد، ويوري لك الفاتورة راهم زاد، الكل من العطار يزيدوا من روسهم. القوها فرصة. القوها فرصة. يقول لك هم زادوا 200، هم زادوا، والمواطن مين يعرف؟ ما يعرفش مسكين. يعني لهذا يلزم وزارة التجارة تخرج الموظفين نتاعها المراقبة. الكلهم يزيدوا من روسهم. العطار الكلهم يزيدوا من روسهم. هذاك يزيد 100، هذاك يزيد 200، وهذاك يقول لك فرصة تو خلينا نربح الفلوس. أما عطار قال لك هكا؟ عطار بيدو قال لي يكذب عليك، راهم الكلهم يزيدوا من روسهم. علاش؟ وحكى معايا صاحبي خاطر العطار. حكى معايا قال لي يكذبوا عليك، كلهم يزيدوا من روسهم. يوريك فاتوره خيتي بالشوفه. فما شكون؟ فما واحد من العطاره وري لك فاتوره؟ وري لي بخي انا، مش نقول له بتدقيق شنو الفاتوره واش فيها وفيها، ما يقول لك هاي هاي يوريها لك وكاو. هاهم زادوا البارح كان صوم اليوم صوم، اما كلهم يزيدوا من روسهم، العطاره كل زيد من روسهم. شنو اللي زيد مثلا؟ كل شيء، الطماطم، الهريسه، الكيك بتاع الصغار، تولي عنده ثلاثه صغار يمشي يهزوا من الروضه، ياخذوا لهم الكيك تاع 800 وقت يبيع فيه ب 500 يزيدوا من روسهم. الكيك واضح حسومه راهي. تو انت كي تمشي للجروسيست تاخذ باكو كيك كبير، كي تعمل حسابك مش كيما للسوم اللي يبيعوا العطار، يعني واضح العملية. فهمتني؟ يعني انا نطلب من المواطنين الكل تخرج وقفه احتجاجيه في لافينيو شارع شارع بيه بورقيبه هنا، تطلب الرئيس يوقف حكايه هذه الغلاء تاع المعيشه. الناس الكل تخرج باش كيما نقولوا فيه يدم الحديد، الناس الكل تخرج باش توقف الامور هذه. لا زيت لا سكر لا شيء مع الثم. على قليل يضربك الجماعه هذوكم هكا رجال اعمال الكبار اللي شادين الشركات الكبار كيما بولينا وكيما هي. علاش ما هي معناها ما وقفوش عند حد؟ علاش شنو ما كرهيه ستي ولا بولينا وقفوا عند حد وقولوا ليه الدجاج كيما كان بن علي يحكي مع بن علي كان؟ هي شنو المشكل يعني؟ هي شنو المشكل؟ انت كي تبين لنا اللي انت قاعد تضرب وتعمل للشعب نحن نجيو معاك. ما يهمناش في النهضة، النهضة باش تتحاسب وتاخذ حق، وكما تتحاسبش النهضة يجوا عليك العباد. النهضة وما تبعها، ويسرقوا البلاد وما تبعها. فهمتني؟ المواطن اليوم جيعان؟ جيعان. صدقني المواطن جيعان. اللي ياخذ 500,000 زازيه، اللي ياخذ 600 زازيه، واللي ياخذ في 200 دينار زازيه، ما زازيش. علاش؟ يمون نحسوا على بعضنا. تو انت تخرج امورك واضحة وغيرك. وغيرك. نفسي نفسي ما تجيش ما تجيش، يا ما نطلب من الرئيس يوقف الامور هذه ولا تاكل بعض. انه فما انانيه وحب للذات والمصلحه الخاصه بالنسبه لشكون؟ السياسيين. هو هنا على المواطن بحكم انه سعي ما عندش المواد برشا، مواد مفقوده، جست كل واحد يخمم في روحه وكهو. عنده الحق، عنده الحق. كي تبدا كل شيء موفر يخممش يروح، مو كالعاده ياخذ كيلو سكر باكو حليب ويمشي على روحه. كي قاه مفقوده اش يعمل المواطن؟ ما باش ياخذ الصغار وكل الحليب والسكر للصغار كلها. انا ريت امور تاع صغار هي سي نورمال يقف على روحه. يقول لك اخويا غد ولادي ما عندي اربعه صغار ما عندهمش حليب ما يعيشوش. نعم مو يلزمو ياخذ ستيكه اثنين ويخبيه. باش يقول لك المواطن ملهوف مثلا كي نفرجوا فما برشا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا كيفاش معناها دخول المجازنات للجران سيرفاس كيفاش معناها. نمشي معاك باهي. دز بالبونيه فتره بن علي. علاش مش ملهوف المواطن؟ هاو كل شيء موجود، على خاطر كل شيء موجود. كي يبدا كل شيء موجود يولي ملهوف؟ ما يوليش ملهوف، ما يوليش ملهوف. يبدا عنده 40 دينار يقول لك خلينا ناخذ فيهم الصغار يخبيهم باش تفقد داك القضيه هذيك، ما فيهاش لهف هذه. انا من رأينا لا، وفر المواد الغذائيه تو العبد يولي ما عادش ملهوف، ولي ياخذ باكو حليب كيلو سكر يمشي على روحه. انت معاه ولا ضد المقاطعه؟ فما برشا ناس يقولوا كل حاجه تغلى لازمنا نقاطعوها تو ترخص وتولي معناها. المقاطعه من ناحيه شنو المقاطعه؟ شنو الحليب كي يبدا عنده صغار؟ كي يبدا عنده صغار؟ عنده زوج صغار ما يلزموا الحليب، كيفاش باش يقاطع مسكين؟ هاني انا ما نشربش الحليب، قول ولادي كبار. هي وكيفاش باش يقاطع ترى؟ كيفاش باش يقاطع الحليب؟ نحكيو زاد مثلا على الدجاج. الدجاج ينجموا يقعدوا نهارين ما ياخذوش الدجاج تطيح، صحيح.
ينجم 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 ومقاطعة به في الدجاج. أما في يعني أنت معاه؟ إي من نجم. فما حاجات تقول أنت نجم نقاطعوا فيهم وفما حاجات لا. يعطيك الصحة، أنا قلت لك فما حاجات للصغار اللي ما ينجموش. أو مش نحكي على روحي أنا، اللي عندهم صغار تحكي معاه يقول لك خويا صغاري، مش خليهم بالحليب؟ مش نحكي علي أنا ما عندي صغار. تو كيفي أنا كي تقول لي مع المقاطعة الدجاج نمشي معاك، ما تاخذوش الدجاج. الدجاج كي ما ناخذوش نهار اثنين مانيش باش نموت. أما الحليب والمواد تاع الصغار ما تنجمش ما يشريش ولاده. خلاف الحليب شنو؟ الحليب شنو؟ كل شيء. اي ما تباعوا شنو خلاف الحليب؟ كل شيء. انت تقصد حاجات نتاع الصغار ما نجموش. ما نجموش، انت هزة بناتك للروضه، زوج صغار الروضه. هي كي ما تشريش شنو عمل لهم ولادك باش يلزم الروضه؟ شو باش تعطيهم؟ باش تعطيهم دبوزة ماء؟ هكا هو برا ما تجيش. نحكيو على الماء، موجود ولا مش موجود؟ موجود الماء، راهو موجود، موجود هذيك فعل عاملينها انا ريت هكاك. شنو هكا نهارين ثلاثة أيام اللي جاو نشفوا البيران البيار تاع الماء نشفوا عاملينها بالعاني، عاملينها ياما عندهم حاجة في مخهم حب يزيدوا في الماء ياما فما حاجة. الماء موجود خيرة ربي. دبوس الماء وصلت حتى بدينا؟ لا وين توا توا لا توا لا تمشي الحانوت مش بدينا. الحانوت راهو تشريها من العطار مش بدينا. الفترة اللي فاتت يقولوا الماء مفقود. بالعاني عاملينها بالعاني. فما ناس ايادي اخرى عاملينها بالعاني. تو الماء بيار راهو ما عند رب. نشفت كانك ثلاثة ايام هذوك باهي الماء تو شبي موجود. هاي وحدك وحدك شبي موجود. عملوها بالعاني. عملوها بالعاني. فما ناس عملتها بالعاني. ولي هذا معناه يلزموا الرئيس يلزموا يتحرك. يلزموا يتحرك يلزموا يتحرك الرئيس. فماش لاعب هذيا كما قلوا فيها يد المرخوفة. لا كما بن علي نحن مش نظلموا العباد راهو بالقانون ننزل عليه بالقانون عادي غاد. فماش تطبيق كامل للقانون؟ ما ثماش هي يد ترعش ما ثماش يد ترعش عادي عمل عادي تشوف كيفاش تولي كالسلسة كل واحد تبع بعضها فهمتني تبع بعضها مال. تحب تقول للمسؤولين؟ انا نطلب من الشعب التونسي كلهم يخرجوا وقفه احتجاجيه الكل على المواد الغذائيه وعلى الناس اللي يعملوا في الاحتكار وعلى الناس اللي يغليوا في السلعه كيكه اوردروسهم ياما هكا ياما هكا من رايي انا هكا انا رايي انا كيك. خلي كلمه الختام ان شاء الله البلاد هذه يقدر فيها الخير وكا عندي برشا هم. هكا شكرا.